الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. احنا دلوقتي بنحاول بقدر الإمكان ان احنا نعلم اللعيب للرالي. ده لعيب بدأ معانا من الصغر، بدأ الوقت هو على اول بيلعب تحت 12، يعني يعتبر في اول طريق البطولات. طبعا اللعيب اللي بيبدا في اول طريق البطولات دوم بيحاول ان هو يمشي كورته وبيحاول ان هو يظبط كورته كانه بالظبط بيلعب مع لعيب قصاده، بيحاول ان هو يمشي كورته بقدر الامكان وبيحاول بيرجع مع الكوره وبيروح مع الكوره. ده اللي احنا بنقول عليه الرالي، يمشي كورته شمال ويمين، الكابتن بيديله الكوره في الملعب بيحاول يتحرك مع الكوره. انا طبعا بحاول معظم الكور اللي بياخدها ديت ان هي بتديله باور ان هو لما يتقدم يلعب بطولة او ماتش بيبقى متمكن من نفسه في حالة اللعب قصاد لعيب زيه. اللعيب ده طبعا بدأ معانا من اندر، من تحت الصفر، دلوقتي بيلعب تحت 12 ومهاراته بقت كويسة. طبعا انا عاوزك تبص، بص المهارات اللعيب بيحرك كورته ازاي. بدأ بص، شوف اللعيب بدأ يحرك كورته بطريقة، طب غير اللي لسه بادئين معاه بيجنر بنقول له امسك المضرب وبتاع، لا بدا ان هو يتحرك حركه، وشوف واقف ريدي بوزيشن، بيحاول ان هو الكابتن بتاعه بيديله كورته بيخش على الكوره، حتى لو قصرت بيحاول ان هو يروح للكوره، طولت بيحاول بيرجع لورا، قصرت معاه بيحاول يتقدم للكوره، اهو شايف بيروح مع الكوره وبيروح بيتحرك، بيحاول يلف الفور بتاعه، شاف الحركه بتاعه المضرب بتاعته، بيحاول يضرب كورته. طبعا الكابتن بيحاول ان هو يمشي معاه كانه لعيب بالظبط، بحيث لما يتقدم للبطوله بيكون عنده الاحساس او السنس بالملعب، بيقدر يتعامل مع اللعيب اللي قصاده. يعني كل ما اللعيب يطول فتره طويله في الملعب ويفضل مع المدرب بتاعه بالساعات، يستطيع ان هو في البطوله بتبقى 45 دقيقه 40 دقيقه ان هو يقدر يعمل احسن مجهود واحسن لعب، على انه اتدرب بالساعتين والثلاثه في الملعب. اللعيب طبعا اللي هو قدامي دون، انا بحاول ان انا بوريك ان هو بيقدر يروح مع الكوره. شوف بيروح فيها ازاي، بيمشي مع الكوره، بيحاول يجري مع الكوره وبيخش ملعبه سريع، بيحاول بص قصاد المدرب بتاعه، بيحاول بيرجع مع الكوره، شايف بيضرب كورته، بيحاول يرجع ورا، بيلف شمال بيلف يمين، بيحاول يتحرك مع الكوره وبيحاول ان هو وهو بيلعب بيفرد ايده فردات. بص شاف الحركة، شاف حركة القدمين بتاعت اللعيب البيجنر. طبعا اللعيب البيجنر دوم بيبقى في بدايته كده، لكن بيفك نفسه بقى كل ما بيتقدم لبطولة أكتر، تحت 12 غير تحت 14 تحت 16، بيحاول إن هو يفك نفسه. إحنا بنحاول نخلي اللعيب في البداية، بص بيرجع مع الكورة كأنه بالظبط بيلعب في ماتش بالظبط، بيحاول إن هو بيدي لكورته كأنه بيلعب في ماتش، بيرجع مع الكورة برضه بيضرب، شمال، بيرجع مع الكورة. يرجع طبعا الكابتن بتاعه بيحاول ان هو بيحسسه كانه لعيب قصاده، يعني هو بيكون مع الكابتن بتاعه بيحاول يحسس اللعيب كانه بالظبط زميل بيلعب معاه ماتش، والماتش دون كانه بيتلعب على كاس، بيحاول يدينه يعني مهاره على انه بيلعبه بالظبط كانه برضه بالظبط. هو بيروح للكوره وبيحاول وبيرجع ورا مع الكوره وبيرجع وبيضرب كورته، وبيرجع وبيضرب، شايف الباور بيضرب كورته بكل قوه وبكل عزيمه. طبعا احنا بنامل ان يكون ابطالنا كلهم بالطريقه ديت، بيحاولوا بص كانه بالظبط، برافو، شايف لعيب بيرجع مع الكوره، بيرجع وبياخد كورته وبيضرب كورته في الملعب، والكابتن بتاعه بيرجع له تاني وبيحاول يطلع كورته فور، بص بيروح للكوره فور، طبعا معظم اللعيبه، في لعيبه بتركز على الباك اهوت واخد الباك بتاعه اهوت، في لعيب بيركز على الباك هاند، في لعيب بيركز على الفور هاند، بيكون عنده الباك هاند اقوى من الفور هاند او الفور. احنا بنشوف بقى يعني اللعيب كده لما بنلاقيه دايما مركز على الباك هاند بنحاول نقوي الباك هاند بتاعه، ولما بنشوف اللعيب بيحاول ان هو يكون في الفور هاند كويس برضه بنحاول نقوي الفور هاند بتاعه، بحيث يبقى عنده قوه في لعبه معينه بحيث يقدر يغطي بها معظم الماتش. حتى لو تلاحظ معظم اللعيبه بقى في عنده فور وفي عنده باك جميل بيحاول يستخدمه في طول اطوال الماتش، بحيث يقدر ان هو بيحاول ان هو يقدر يعمل حاجه في الماتش اللي بيلعبه. طبعا اللاعب ده بيحاول ان هو بيلعب اكتر من حوالي 4 من 5 ل 4 ساعات في اليوم، بياخد يوم واحد اجازه،
بيحاول ان هو باستمرار ان هو بيحضر جدوله للعب، وبرضه زي ما هو جدول ممتاز في اللعب جدول ممتاز في الدراسه. طبعا ان احنا لعيبه التنس كلهم ممتازين، ما عندناش لعيب لازم زي ما هو لعيب ممتاز في لعبه التنس، لابد ان يكون ممتاز في دراسته برضه. هنشوف، نحاول نتفرج برضه تاني. بص تشوف الطلعات، بص انا عايزك تشوف الفوت وورك، حركه القدمين. بص حركه قدمين اللعيب، بص هو بيحرك رجله، بص بص شاف الرجل، شاف هو شال كورته، يحاول يروح ويرجع مع المدرب بتاعه. طبعا المدرب بتاعه بيحاول برضه بقدر الامكان ان هو بيرجع له كورته زي ما هو. بص بص المدرب طبعا بيحسس اللعيب كانه ايه، لاعب معاه، كانه لاعب معاه بالظبط. بيحاول، بص شوف المدرب، بص ها شيل كورته فور يضرب، كابتن بيديله الكرة على الجنب برضه تاني اهو، بيحاول بص شوف شوف الفور فان، بص اه بص ويرجع مع الكوره وبيشيل وبيحط في الملعب كانه بالظبط بيلعب ماتش بالظبط ايه قانوني. احنا بنحسس اللعيب كانه بيلعب ماتش قانوني. بيحاول ياخد كورته اهو، شايف اللعيب اهو بيحاول كورته اهو تاني تاني، بيروح للكوره، شوف الباك هاند، شوف الباك هاند ده، شوف برافو، شوف الكوره طالعه ازاي من تحت لفوق. بص خليك معايا في الكوره دي من تحت لفوق، بص برافو، يشيل شيل كورته ها، بص شوف اللعيب اه برافو. طبعا اه بيروح للكوره، بيروح وبيشيل ها، شوف بيقصب، شوف المدرب بيعمله ازاي، بيودي له الكوره فين، بيحاول وبيشيل كورته تاني وبتخش جوه الملعب، وبيحاول مره واثنين وثلاثه. شكرا.